السلام عليكم يا شباب، معاكم محمد تاني من جروب جي تي اي في اونلاين ايجيبت. النهارده في الفيديو ده هشرح لكم ازاي ندخل الداتا بتاعت اللعبه بتاعتنا جوه ستيم، سواء متكركه، سواء نسخه ايبك، سواء نسخه روك ستار، سواء نسخه ستيم اصلا كانت عندنا وعملنا ويندوز مثلا، او نقلناها حتى من حد. تمام، اول حاجه هنعملها هنتشيك الايه الملفات بتاعت اللعبه بتاعتنا. تمام، انا حاطط الملفات بتاعت اللعبه بتاعتي هنا وهسطبها هنا. تمام، في ده فعشان يبقى التسطيب معايا تمام ما تعملش معايا مشكله، لازم يكون عندي مساحه فاضيه فوق ال 110 جيجا. تمام، انا عندي مساحه هنا زياده فوق ال 176. هدخل هنا، هدخل على ملفات اللعبه نفسها. انا عندي دي ملفات اللعبه. تمام، انا هشيل دي عشان هعملها لكم من اول وجديد. تمام، بس انا عندي دي كلها ملفات الايه، ملفات اللعبه. تمام، انا ما بركزش مع الملفات اللي هي الدي ال فايل والاي اكس اي فايل، انا مش عايز الكلام ده كله، لان الحاجات دي ممكن تخص ستيم، تخص ايبك، تخص روك ستار، ايا كان انا ما بحتاجهاش. طالما هشغل اللعبه على ستيم بحتاج ملفات معينه، حتى لو اللعبه عندي متكركه انا برضو ما بحتاجش الكلام ده كله. فانا عشان افصل ما بينهم بختار دايما بعمل الطريقه دي، جروب باي تايب، عشان يجيب لي التايبس اللي انا عايزها بتاعتي. اهي نعمل كده، قسم لي، قال لي الابلكيشنز اهم انا مش عايزهم، مش هاخدهم يعني معايا، مش هنقلهم. ابلكيشنز اكستنشن برضو مش عايزهم، سواء متكركه بقى، سواء ستيم، سواء ايبك، سواء روك ستار، حتى لو هي ستيم وستيم ما تاخدهاش. تمام، عشان تبقى ماشي بنفس الطريقه دي مع كل مره وتعود نفسك على كده عشان ما يحصلش اي مشكله في في الفيرفاينج بتاع اللعبه. حتى ابلكيشن اكستنشن برضو مش عايزها، حتى انستولر دي مش عايزها، انا عايز بس اكس 64 وابديت وكل الملفات دي اللي هي ار بي اف. تمام، فهنعمل كده عليهم اهم، هم دول اللي انا عايزهم بس. تمام، نحفظ بس الشكل ده معانا، هم دول اهم ملفات في اللعبه، سواء اللعبه عندك متكركه، سواء عندك واخدها من ايبك، سواء واخدها من روك ستار، هم دول اللي هنشتغل بيهم في الفيرفاي بتاعنا. تمام، بعد كده باجي على ستيم بقول له انا عايز اعمل انستول للعبه. نركز بس في الخطوه دي عشان دي مهمه جدا. اول ما اعمل انستول بيقول لي انت عايز تسطب فين، اختار اللوكيشن بتاعك. فانا بقول له انا عايز اسطب مثلا في الاف اللي هو البارتيشن بتاعي اللي فيه اللعبه اهو، في الاف. تمام، فحتى لو هي مش موجوده عندك الاف، انت ممكن تعمل كرييت نيو ستيم لايبرري وتختار فيها الاف او البارتيشن اللي انت عايز تسطب فيه، او ممكن من هنا من ستيم بتقول له سيتنجز وبتيجي عند لايبرري او داونلودز تقريبا، ايوه، وبعد كده تخش على ستيم لايبرري فولدرز، وايه لو هي مش موجوده عندك وتعمل كريت واحده جديده وتقول له يا باشا انا عايز انزلها مثلا في الجي، في الاف، في الاي، ايا كان، تختار وتختار وتعمل نيو فولدر، يقول لك عايز تسميه ستيم لايبرري، يقول له اه، طب تختار المكان اللي انت عايزه وتقول له سيلكت، بس كده ويعمل لك لايبرري جديده. وبعد كده تظهر معاك هنا، فين تظهر معاك لما تيجي تعمل سيت اب للعبه، تظهر لك هنا في الاماكن دي، تختار منها على طول وشكرا. فانا اختار هنا اف اونلاين جيمز ستيم لايبرري، ده اللوكيشن بتاعي اللي انا عايز اسطب فيه اللعبه بتاعتي، واقول له نيكست. بدا دلوقتي يعمل معايا ايه؟ يحمل اللعبه من النت، هوقف التحميل وهضحك على ستيم وهدخله الداتا جوه، هو هيحس اصلا ان هو حملها. تمام، فنعمل ده ازاي عشان تمشي معايا صح؟ اهم خطوه الخطوه اللي جايه دي يا جماعه، انا باجي هنا عند اللعبه نفسها وباجي بقول له مانج وانزل عند الستور. طبعا هي مش حاجه لوجيك، بس هو ده اللي بيتم، هو ستيم بيفهم بالشكل ده، هو فهم كده ان اللعبه لسه ما نزلتش وانت ما اديتلهاش امر تحميل اصلا، بس الهارد بتاعنا فهم ان اللعبه بدات تنزل اصلا. تمام، فانا عامل في الدايركت ده اونلاين جيمز ستيم لايبرري، ادخل على ستيم لايبرري ستيم ابس كمان، الاقي الفولدر بتاع اللعبه موجود عندي، يبقى انا محتاج انقل ملفات اللعبه ادخلها هنا في المكان ده. فهعمل ايه؟ ارجع ادي الجيم بتاعتي كلها، ده وده ودول، هم دول اللي انا عايزهم، كت وارجع هنا اونلاين جيمز ستيم لايبرري، ده الجديد اللي انا لسه عامله او هيظهر عندك بنفس الشكل، واحط ملفات اللعبه. تمام، اتحطت ملفات اللعبه اللي هي اللي انا عايزها بس، اللي هم دول يا جماعه ركزوا فيها كويس قوي، محدش ياخد اي ملفات تانيه غير دي، سواء متكركه بقى، سواء ايبك، سواء اي حاجه، هم دول اللي بيشتغلوا في اللعبه، هم دول اللي شغلوا لك اللعبه. خدت اي حاجه تانيه هتعمل لك مشكله، طبيعي طبيعي جدا هتعمل لك مشكله. بس وبرجع على ستيم تاني واقول له انستول، فبيقول لي عايز تسطب فين؟ بقول له نفس المكان اف واقول له نيكست. هنا بريبيرنج، وهو بيعمل حاجه اسمها ديسكفرنج. اول ما تشوف ديسكفرنج كده انت اطمنت يا باشا، وكده اللعبه بتتظبط معاك جوه ستيم، ستيم كده بيقراها وبيدخلها جوه نفسه.
طبعا العمليه دي بتاخد وقت على حسب الهارد بتاعك، انت لو اس اس دي هتلاقيها سريعه معاك، لو انت هارد عادي هتاخد شويه وقت، فانت بتسيبها خالص براحتها لحد ما بتكمل معاك للاخر. وبعدها لو انت اللعبه بتاعتك متكركه، ستيم هيبدا يعمل ديسكفرنج، بعد ما يخلص هيبدا يحمل اللي ناقص، هيكمل من النت اللي ناقص. يعني مثلا في ناس عندها الداتا بتاعت اللعبه 60 جيجا، واللعبه دلوقتي الاونلاين بتاعها 107 جيجا، فانت كده في فرق عندك حوالي 47 جيجا، فانت غصب عنك هتحملهم من النت، تمام؟ فهو بعد ما يعمل ديسكفرنج لل 60 هيروح مكمل الباقي اللي هو الحاجه و40. طب في ناس عندها اللعبه 80 جيجا او 70، برضو نفس الكلام، هيبقى الفرق هيقل على حسب ايه فرق المساحه اللي عندك بس كده. وبعد ما تحملها خلاص انت حولتها من كراء متكركه اوف لاين للعبه بتاعتنا اوف لاين، سواء بقى على ستيم. وانا برضو شارح قبل كده فيديو ازاي تدخلها جوه ايبك، تقريبا نفس الستبس بس ستبس مختلفه شويه عشان كل برنامج بيفهم بطريقه معينه. طيب انا هوقف دلوقتي الفيديو لحد ما الديسكفرنج يخلص وهرجع لكم تاني بعدها. دلوقتي كده مبروك عليك اللعبه خلاص اتثبت جوه ستيم، واكيد طبعا بدل ظهر لك كلمه بلاي معناه ان انت حملت كل الملفات اللي ناقصاك، سواء انت كنت جايبها متكركه او سواء انت كانت اللعبه ستيم اونلاين حتى الداتا كلها كامله عندك. بس هتيجي جوه الفولدر نفسه هتلاقي اللعبه كلها بالملفات حتى اللي احنا ما خدناهاش المره اللي فاتت نزلت لك اهي. نعمل جروب باي تايب، هبص تلاقي الملفات كلها دي بقى اللي تخص ستيم. ايبك بتبقى مختلفه خالص، مش هي نفس الملفات، وروك ستار برضو ما بتبقاش هي نفس الملفات، بتبقى ملفات مختلفه بس، فعشان كده احنا ما بناخدهمش معانا في الايه في البروفايل او نستخدمه معانا في البروفايل بس. يا جماعه اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده انتوا استفدتوا منه، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد هنشرح بقى حاجات في اللعبه كده المره اللي جايه باذن الله ان شاء الله.